قومي طيب. قومي. مش قادرة اغيظ عليها. استحملي. في ايه؟ اقعدي. اقعدي. يعني. ايوه. مش قادرة مش قادرة ارفع رجلي مش قادرة. متشكرة قوي. يا محمد. مش قادرة مش قادرة. محمد. هات كوباية مية بسرعة. كوباية مية بسرعة. رجلي رجلي رجلي. مش قادرة رجلي وجعاني قوي. فين؟ هنا هنا هنا. هنا؟ دي وجعاني قوي. طب اهي اهي. اهي. هات يا محمد. مش قوي شكرا. تاني؟ الهنا والشفا. كتر خيرك. خد يا محمد. اتفضل. يا رجلي. مش عارفه اتكعبلت ولا ايه؟ طب هقول لك على حاجه. ايه؟ قومي كده نجرب ندوس عليها. مش عارفه ممكن توجعني. نزلي نزليها بس. ايوه. 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 تعالي بقى. ايوه. ايوه كويس قوي قوي قوي. لا لا مش قادره. طب بس رجلي بس رجلي مش قادره وجعتني قوي. بس بس الف سلامه. الله يسلمك. الف سلامه عليك. الف سلامه عليك. خدي بالك السربعه لايه؟ ما تاخد لك كام كده ولا كده؟ شكلك مش ناوي تجيبها لبر يا سلام. وهو ايه برك يالا؟ ايه برك يمكن ارسى عليه؟ صعب عليك ما تعرفش بعيد عن شنبك. اتعلم. روح المدرسة. اروح. قال بعد ما شاف ودك التاب. ايه يا هتهب عليا ولا ايه؟ جرابت. ما في ايه؟ انت حاطة عينك على حد تاني ولا ايه؟ ما تتسبح وتقول يا صبح. يا صبح. ولا انت لما شفتي البهوات عقلك اتلحس؟ اتلحس عقلك يا بعيد يا عرة الرجالة قوط يا ناس. مين ده اللي عرة الرجالة؟ انت يالا. في ايه يا بنت يا هالة؟ انت اللي يرحم. ترى ايه؟ ايه يا بنت؟ هو ده سلام ايه؟ ترى ايه؟ انت جاري بقى؟ انت اتحملت ولا ايه؟ انت نسيتي نفسك؟ لا مش يا بنت انا سبتك. انا غلطان يا انا غلطان ان انا كنت عايز اتجوز واحده زيي. سيبه يا حسن واحده واطيه ساعتها كنت هبقى عيله رجاله يا بنت الكلب. ربنا يعافيك يا رجاله. ربنا يعافيك يا رجاله. ربنا يتوب علينا من الحاره الهباب دي والاشكال الزباله اللي بنشوفها. خد كل عرف. سوري. جرايه دي حسن. في ايه؟ انت بتشوط في الواد ده يا اخي؟ يا عم خليه يفوق بقى. خليه يعرف ان جليله واختها دلوقتي كلاب فلوس زي بالظبط كده. الحق الحق باشا. زي بقول يا باشا. اتفضل يا باشا. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. تشرب حاجه ولا اي حاجه؟ تقول لي ايه الفرش اللي عندكم في الحاره؟ وفي فرح ولا ايه؟ ده فرح ناس كمل قوي بصراحه. لسه كنا بنشكر فيهم من شويه. طيب كويس. انتوا وراكم ايه بكره؟ ولا حاجه باشا. طيب بكره الساعه 10 الاقيكم في العنوان ده. ما تتأخروش. في ايه بقى؟ قلبت بجد. طب صدق وتأمن بالله مراد ده مش راجل. لانه لو راجل ما كانش جابك ودحلبك وحطني قدامك علشان يقول لك انت مش هتقدر تعمل حاجه، كان واقف قصادك كده. ولولا شويه الغجر اللي كانوا واقفين معاه دول والمصحف ما كان يقدر يعمل ده ولا نصه حتى، ده بيخاف منك. فكها بقى يا حسني بقى. جرايه يا حسني، انت هتعيط ولا ايه؟ كسرني يا ليلى. تحسس ان انا ماليش لازمه. إن هو ممكن فعلاً يدوس عليها بجزمته زي ما قال. فشل. ده أنت سيده وسيد سيده كمان. ده أنا كنت مطمنة بس عشان أنت جنبي ولعلمك ده كان تمامه ولا يستجري كان يعمل حاجة أكتر من اللي عمله عشان أنت موجود وكان خايف منك. أنت طيبة أوي يا ليلى. وأنت جدع يا حسني. وراجل وسيد الرجالة كمان وكبرت في نظري. ولعلمك بقى هو النهارده قوي بفلوسه وانت بكره هتبقى اقوى منه بليون مره عشان هيبقى معاك فلوس اكتر منه. هتفكها بقى يا اخي. هي ناقصه نكه. انا ما بحبش النكه.
كفايه البوز اللي مستنيني في البيت. اه والله. عارف يا حسني؟ انت مليت دماغي. اه والله العظيم. اول مره في حياتي احس ان في راجل واقف في ظهري ومش خايفه من حاجه. لا مش اي راجل. راجل انما ايه؟ قمر طول بعرضه وحاجه حلوه كده. ترى يا بنت انت هتعكسيني ولا ايه؟ بكاية يا عم والنعمه الشريفه ما حد واخد منها حاجه ولا مستاهل. دي مين دي؟ الدنيا. اكون مين يعني؟ الدنيا صعبه قوي يا حسني. قوي. وخصوصا على اللي زيي. ما حلتيش حاجه. ولا مال ولا ظهر ولا عيله تستر وراها. ما حلتيش غير القرشين اللي باخدهم كل اخر شهر من شغل. ومرات ابويا الله يحرقها بتاخدهم مني اول باول. وابويا زي ما انت داري ملوش في حاجه. بس انت جدعه يا بنت هلال. تفتكر؟ والله ما عارفه اذا كنت انا اصلا جدعه ولا يعني لازم ابقى جدعه. بس هو السؤال انا ما بقاش جدعه ليه؟ يعني انت لو ربنا بعت لك فلوس كتير هتتغيري يا لالا؟ سؤال وجيه. على حسب. يعني لو معاكي مليون جنيه اوعي تقولي لي ابني جامعه ومستشفى واطلع من بقى عمره. لا لا استنى انا هقول لك. انا طول عمري من وانا صغيره نفسي انبسط. نفسي من عيني اروح على بحر كده واشم هوا نظيف وافضل ابلبط في الميه واطلع واكل جيلاتي. والله اقول لك مليون جنيه تقولي لي بحر وجيلاتي. ايه الفقر اللي انت فيه ده؟ انا فقر ولا حاجه يا عم. انا بشكر ربنا على كل حال. الحمد لله. ده انت لو اديتني شقه فول قد كده اكلهم واقول له متشكرين قوي. انا مش عايزه حاجه غير الستر. انا بقى عايز عربيه كبيره 18 باب. اه والله. شقه على النيل هنا كده. شقه ايه؟ لا فيلا. فيلا كبيره قوي زي بتاعت ابو دير اللي كنا عنده دلوقتي ده. طب يلا يا اخويا اللي بتحلم. مش هتوصلني ولا ايه؟ انا اتاخرت. طب ما خلينا قاعدين شويه. يا اما انا مستنيني بوز قد كده في البيت دي هتطلع روحي. يلا بس يلا. عارفه لو منك اديها بنيه اجيب اجلها. هيحصل والله ما تستعجلش. ان شاء الله هشيلها هيله بيله كده واقوم هتفهم البلكونه اهو نخلص. ايوه كده. حد كنت جنبك.